الأمر الثاني أنه مدخل هذه القضية كلها أن تصح الإرادة الكلية الكبرى في قلب الإنسان. نعم. كل إنسان يا أخي الكريم له إرادة عليا في حياته وله إرادات جزئية. الله عز وجل في القرآن الكريم نبهنا كثيرا جدا إلى مسألة الإرادة الكبرى الكلية المسيطرة على قلوبنا وعقولنا. نعم. أنت عايش ليه في هذه الحياة؟ ماذا تريد من نفسك في هذه الحياة ولنفسك في هذه الحياة؟ ولذلك كده انظر إلى قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجل. عايش هذه الحياة عشان الدنيا، كل أحلامه وما يشغل فكره وباله دنيوي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. المقابل إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مراده هو هدفه، هدفه الأعلى وغايته الكبرى. ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إرادته هدفه الأسمى والأعلى المسيطر على حياته الدنيا والزينة والفلوس والعقارات والفيلا والعربية والتجارة، ولا يفكر إلا في هذا. الآخرة عنده موجودة لكن على الهامش، نعم، تكملة يعني. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مش هنظلمهم، لكن العاقبة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. إذن المدخل الصحيح يا أخي شيخ سلامة أن أحدد الوجهة وأضبط البوصلة وأحدد ما هي إرادتي الكبرى الكلية، هدفي الأسمى، غايتي العليا في هذه الحياة التي لأجلها أسعى، وإذا تعارض معها غيرها قدمتها على غيرها، وهي التي تمثل مشروع حياتي، هي التي تمثل خطتي الكبيرة لاستثمار هذا العمر واغتنام هذا القدر والأجل الذي قدره الله عز وجل لي في هذه الدنيا. هذه المناسبة في ملحظ هذه القضية القرآن فاصل فيها جدا تماما، متفق صحيح. لا يقبل من مسلم أن يغير هدفه وغايته ولو كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت الفتحات ووسع عليهن تمنينا لو زادت النفقة، طلبنا مزيد النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يقر امرأة منهن شهرا، كل نساء قال جميع نسائه شهرا بسبب هذا الطلب. اللي بينظر النظرة القاصرة إن ده شيء بسيط وسهل، وبعدين خاصة أن نساء النبي كلهن بنات زوات وبنات غنى وطيعات وصالحات وقانتات، وقل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت، لكن يقليهن شهر كامل بسبب طلب التوسع في النفقة. القضية ليست نفقة، ولكن نفقة، قضية تغير الهدف، الهدف البوصلة. لذا جاء القرآن بعد شهر النص كلها كانت تنتظر أن يأتي يقول له: رحمة بنسائك الصوامات القوامات المهاجرات الطيعات الصادقات، وإذا بالقرآن ينزل يطلب منهم الفصل. يا وقرآن يتلى إلى قيام الساعة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. قيل اقتربن وقيل ترفعن. ومعنى الثاني أولى، تعالين ترفعن، لأن حب الدنيا انسفال. تعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلة، يعني أعطي كل امرأة منكن متعتها وأطلقها. نعم صحيح. طلاق يا ربي. ثم حدد قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. هذه الإرادة الصحيحة، ودي الإرادة الصحيحة، ودي الهدف الصحيح. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فما منهن امرأة إلا قالت: بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة.